مساء الخير لكل الأخوة المشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم على قناة صانعوا القرار، وبرحب فيكم من جديد بحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي طبيبك. طبعا مثل ما عودناكم أعزائي المشاهدين، نحن كل أسبوع لنا لقاء جديد وموضوع جديد نبحث فيه من مواضيع الطب المهمة اللي ممكن يعني تساعد الأخوة المشاهدين بفهم حقائق جديدة تتعلق بالطب. اليوم موضوعنا راح يكون عن تصلب الشرايين، وطبعا تصلب الشرايين اكثر الامراض انتشارا في العالم كله يعني، وهي طبعا الامراض الخطيره جدا اللي ممكن تؤدي لمشاكل كبيره، وطبعا يعني انتشارها كمان مستوى عالي جدا في دوله الامارات العربيه. راح نحكي طبعا عن اسباب هذا المرض، راح نحكي عن خطوره هذا المرض. طبعا يعني راح يكون لقائنا اليوم مع طبيبين مميزين، الدكتور محمد سيف استشاري امراض القلب في جامعه الشارقه في مستشفى جامعه الشارقه عفوا، والدكتور احمد القبرون استشاري امراض القلب في المستشفى الكندي بدبي. اهلا وسهلا فيكم زملائنا الاطباء، وان شاء الله راح نمضي نحن وياكم ساعه كامله من الوقت يكون فيها فائده كبيره للاخوه المشاهدين اللي عم يتابعونا على القناه. طبعا بالبدايه نحن يعني متعودين مع بدايه كل حلقه نقدم تقرير عن موضوع الحلقه، فزميلنا الدكتور ضرار مجهز لنا تقرير عن تصلب الشرايين، راح نشوفه نتابعه مع بعض وبعدين نحكي بشكل مفصل عن هذا الموضوع. تصلب الشرايين أو الأتيروسكليروسيز مرض مزمن يحدث بسبب اضطرابات في عملية تنظيم اللبيدات والدهون في الجسم، مما يؤدي لفقدان الشرايين لمرونتها وبالتالي ترسب المواد الدهنية في التجاويف المبطنة للأوعية الدموية، فيؤدي ذلك إلى الانسداد الجزئي لبعض الشرايين أو الانسداد الكلي بسبب تأكسد وتجمع جزيئات الكوليسترول فيها، ومع مرور الزمن تعود الشرايين غير قادرة على توصيل الدم على النحو الكافي لتغذية أعضاء حيوية في الجسم وإمدادها بالأكسجين. يحدث تصلب الشرايين عادة مع التقدم في العمر والشيخوخة، ولكن هناك أسباب وعوامل تؤدي إلى حدوث مبكر لتصلب الشرايين وبالتالي حدوث مضاعفاتها في سن مبكر من عمر الإنسان. من هذه العوامل والأسباب التي تؤدي إلى ظهور تصلب الشرايين: أولا التدخين، التوتر والانفعالات العصبية والإجهاد الفكري المستمر. العوامل الوراثية تلعب دورا كبيرا في الإصابة بالمرض: البدانة وزيادة الوزن، زيادة الدهون والكوليسترول في الدم بسبب العادات السيئة في النمط الغذائي، قلة المجهود البدني وعدم ممارسة الرياضة، بعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. تصلب الشرايين نتيجة تراكمية تحدث على مدى سنوات، لا يكون مصحوبا عادة بأي أعراض أو علامات مباشرة، إلى أن يتأثر سريان وتدفق الدم تأثرا شديدا مؤديا إلى نقصان في تروية وتغذية الأعضاء، وهنا تظهر الأعراض والعلامات التي يعتمد نوعها على نوع العضو الذي تأثر، وفي حالات كثيرة يعاني أكثر من عضو من نقص التغذية بالدم نتيجة لتضيق الشرايين التي تغذيها بسبب تصلبها، وغالبا ما تظهر هذه الأعراض بعد سن 50 أو أكثر، وتكون النوبة القلبية أو الضبحة الصدرية أول الأعراض. ومن أهم ما يمكن أن يعتبر من أعراض تصلب الشرايين الشعور بألم في الصدر نتيجة نقصان التروية الدموية لعضلة القلب، وخصوصا عند بذل الجهد وعند تصلب شرايين الأطراف السفلى يلاحظ عند المصاب ألم في الساقين وعدم المقدرة على المشي، فيمشي المريض مسافة ويتوقف نتيجة لشعوره بالألم ثم يمشي مرة أخرى، ويكون المشي مصحوبا بعرج. وجود فرق في قياس ضغط الدم بين ضغط الساعد للطرف العلوي وضغط أسفل الساق. تصلب الشرايين يمكن أن يحدث في أي جزء من أجزاء الجسم، وأهم الأعضاء التي تتأثر بتصلب الشرايين: القلب، الدماغ، الأطراف وخصوصا الساقين، بالإضافة إلى الأمعاء. ننصح إذا ما لوحظت أي علامات من علامات تصلب الشرايين مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة وحل المشكلة في بدايتها، لأن ذلك من أهم الأشياء التي تقي من المضاعفات المستقبلية. وللوقاية من تصلب الشرايين ننصح باتباع نمط غذائي قليل الدهون الحيوانية وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين.
ايه مثل ما شفنا كان في تقرير موسع الحقيقة، نشكر الدكتور ضرار على التقرير. بنبدأ مع الدكتور محمد سيف. دكتور محمد، يعني ما هي أهم العوامل خطورة على تصلب الشرايين؟ خلينا نبدأ بصلب الموضوع. نعم، الحقيقة هو الـ 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 زي ما ورد في التقرير، عوامل الخطورة اللي بتكون مسببة رئيسية لتصلب الشرايين ممكن نقسمها إلى عوامل قابلة للتغيير وعوامل غير قابلة للتغيير. نعم. العوامل غير قابلة للتغيير أهمها عمر تقدم عمر الإنسان، وعلى حسب التعريف إن هو بالنسبة للرجال تقدم عمر أكثر من 45 سنة والسيدات أكثر من 55 سنة بيعتبر أحد العوامل الرئيسية للإصابة بمرض تصلب الشرايين. الأمر الثاني هو النوع سواء كان ذكر أو أنثى، والأمر الثالث الغير قابل للتغيير برضو هو وجود تاريخ عائلي لحدوث تصلب شرايين يعني الوراثة مبكر أو العامل الوراثي. نعم. وبيعرف أنه يكون يحصل هذا المرض تصلب الشرايين في أحد الأقارب من الدرجة الأولى في سن أقل من 55 بالنسبة للرجال وأقل من 65 بالنسبة للسيدات. نعم. العوامل القابلة للتغيير هي ده الشيء المهم، لأن ده في إيدين الإنسان أنه هو يقدر يتحكم في هذه العوامل، وبالتالي يقدر أنه هو يقلل بشكل أساسي من تأثير تصلب إمكانية الحدوث بتصلب الشرايين. نعم. نجمل هذه العوامل أساسيا في بنسميها احنا عوامل مخاطرة. في عوامل أساسية بتمثل حوالي 90% من العوامل المسببة لتصلب الشرايين. نعم. منها ارتفاع زي ما ورد في التقرير برضو، ارتفاع نسبة الكوليسترول والشحوم في الدم، خاصة الكوليسترول قليل الكثافة اللي هو في نسبة عالية جدا يعني له ارتباط مباشر بتصلب الشرايين في جدران الشرايين التاجية بصفة أخص. ودراسات أثبتت إن احنا لو قدرنا نقلل زي 1 ملي مول من الكوليسترول ده وما يوازي 40 ملي جرام بتقل نسبة الإصابة في القلب حوالي 20%. نعم. الأمر الثاني هو التدخين، وده من عوامل مهمة جدا واللي هي قابلة يعني لها تأثير مباشر على تصلب الشرايين. والدراسات برضو بتقول إن هو فيما يعرف بلايف اكسبكتنسي أو توقع الحياة، وده نعم. حاجة الإنسان المدخن كل دقيقة التدخين بتقلل دقيقة في اللايف اكسبكتنسي بتاعة المريض. العمر بيد الله، ولكن هذا علميا ما يثبت بذلك. والشاب اللي عنده 30 سنة اللي بيمتنع عن التدخين بتزيد اللايف اكسبكتنسي بالنسبة له أو توقع الحياة بنسبة 5 سنوات تقريبا. فهذا يبين قد ايه مهم جدا موضوع التدخين كصلة مباشرة. الشيء الثالث طبعا هو مرض السكري، وده على حسب تعريف دلوقتي منظمة الصحة العالمية ان هو مريض السكري هو مريض مكافئ لمرض تصلب الشرايين، يعني كأن المريض السكري حتى اللي ما عندوش إصابة مريض مناسب أو يعني مجرد حدوث السكري في مرض السكري أو خاصة النوع الثاني بيعتبر هذا كأنه بيعامل معاملة كما لو أن المريض عنده إصابة حقيقية في الشريان التاجي. نعم. وبالتالي بتكون العلاجات الوقائية بتعطى بكثافة عالية جدا كما لو أن المريض عنده إصابة فعلية بشريان القلب، وده يبين أهمية مرض السكري بالنسبة للقلب. نعم. الأمر الرابع هو ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم ليه صلة وثيقة طبعا بحدوث السكتات الدماغية وبحدوث جلطة القلب وهبوط عضلة القلب والفشل الكلوي، هذه كلها مضاعفات للضغط. ولكن فيما يخص أمراض الشرايين الضغط الانقباضي بصفة أساسية ليه علاقة وثيقة بارتفاع يعني الإصابة بنسبة الشرايين. والحاجة الثانية لكبار السن ما يعرف بالبلس البشر أو الفارق بين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، هذا ليه علاقة برضو بإمكانية حدوث الهارت أتاك أو المشكلة في القلب. نعم. السبب الخامس هو قلة ممارسة المجهود أو النمط الخامل في الحياة، وهذا شيء مهم جدا وعامل من العوامل الأساسية في حدوث مرض القلب. الإنسان ما يكونش بيمارس رياضة بشكل منتظم ودوري، ووجدوا أن المريض اللي هو حياته خاملة لا يمارس فيها رياضة بترتفع نسبة الإصابة بمعدل الضعف مقارنة بالمريض اللي هو بيمارس رياضة بشكل منتظم. الشيء الآخر هو زيادة الوزن أو السمنة، والسمنة هذه لها علاقة مباشرة برضو بارتفاع نسبة الإصابة بمرض القلب.
لنا نعرف ان هم المريض اللي هو عنده سمنه مفرطه او نسبه كتله الجسم فيه اكثر من 30 كيلو جرام بالمتر المربع بتضاعف نسبه الاصابه بمرض القلب حوالي 4 مرات مقارنه بالمريض اللي ما عندوش نسبه. فدي تقريبا مجمل الحاجات الاساسيه اللي لها علاقه بحدوث تصلب. نعم شكرا دكتور. نعم. محمد. طيب دكتور احمد خلينا نحكي يعني بشكل او نوضح للاخوه المشاهدين ما هي اليه تصلب الشرايين، شو معنى تصلب الشرايين؟ نعم طبعا زي ما ذكر الدكتور محمد بارك الله فيه يعني تفصيل لاسباب تصلب الشرايين، يعني ببساطه تصلب الشرايين يعني يشرح بطريقه مبسطه ان مع كل نبضه من نبضات القلب نقوم بضخ الدم في هذه الشرايين التي توزع الدم في كافه اعضاء الجسم. نعم. ونتوقع ان تكون هناك مرونه ليونة او ليونة مرونة. مرونة. نعم. في هذه الشرايين مع كل. نعم. انقباض من نبضات القلب وهي تعطي طبعا اللي حكى عليها الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. نعم. وجود تصلب الشرايين يعني ان هو لا توجد هذه المرونه في هذه الشرايين، واسبابها طبعا كبصوره مثلا فيسيولوجيه وباثولوجيه يعني ان الشرايين اصبحت جافه او بمعنى تصلبه. نعم. طبعا هذه الاسباب ذكرها بصوره مسببه ان تجعل هذا الشريان يزيد فيه نسبه الكالسيوم، يزيد فيه نسبه الدهون، ويصبح تجويف هذا الشريان أضيق، وتعرضه للانسداد بسبب تجلطات الخلايا وصفائح الدم أعلى. نعم. وهذا طبعا يعتمد على المكان الذي فيه هذا التصلب. ففي العادة تصلب الشريان هو مرض يصيب كافة شرايين الدم في المخ، في القلب، في الكلى، في الأطراف كما شفنا في التقرير. لكن طبعا وجود هذا المكان وانسداده يعين طريقة الأعراض التي يعاني منها هذا المريض. فمثلا وجود تصلب الشرايين في شرايين القلب يؤدي إلى الذبحة الصدرية أو الجلطة اللي هي في القلب، وجودها في المخ يسبب إلى وجود الشلل النصفي أو المشاكل هي جلطة المخ، وجودها في الأطراف يسبب انسداد هذه الشرايين في الأطراف وخاصة في الساقين. نعم. وما يسبب الغرغرينة وما إلى هذا في الأمعاء، سوء الهضم ومشاكل المعدة وغيرها هذه. فحسب مكان هذا اللي يتم فيه هذا التصلب تأتي هذه الأعراض. نعم نعم. طيب دكتور يعني نحن على طول نقول تصلب الشرايين تصلب الشرايين، ليش ما سميت تصلب الأوعية الدموية مثلا؟ هو نفس الشيء. طبعا الأوعية الدموية هي كلمة عامة. نعم. الأوعية الدموية هي الأوردة والشرايين. نعم يعني الشريان يصاب أكثر من الوريد يعني. بالضبط. فالشريان هو الذي ينقل الدم من القلب إلى الأعضاء. نعم. الوريد هو اللي ينقل الدم من الأعضاء يرجع إلى القلب. فهذا نقل الفرق بين بين. نعم. الشريان. نعم. والوريد طبعا الأخوة المشاهدين. وكلها طبعا تسمى أوعية دموية. انسداد الشرايين اللي توصل الدم أهم كثير من انسداد الشرايين، وإن كان طبعا الاثنين مهمين، لكن الشرايين توصل الدم المؤكسد والحامل المواد الغذائية للخلايا في الأعضاء طبعا هو مهم، لأنه هو يوقف هذا العضو من القيام بواجبه في عدم وجود هذا الدم المؤكسد. نعم. والمني. نعم. بالأعضاء. فهذا السبب. والثاني شيء طبعا هو الوريد هو بيعطي الدم يرجع الدم. نعم. فانسداده طبعا يعطي أعراض، ولكن في العادة أعراض تكون وخطورة تكون أقل من الشريان. مشان هيك سمينا نحن الشرياني. طيب دكتور محمد احكي لنا شوي عن الكوليسترول وتأثيره وكيف يترسب الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية وسبب خطورة الكوليسترول. والله هو الدهنيات إجمالا بتتقسم على حسب الكوليسترول عبارة عن دهنيات. نعم. هيك؟ نعم. نعم. هي بتحسب على حسب نسبة الكثافة بتاعتها بتقسم في عدة أنواع داخل جسم الإنسان. نعم. يتم الاول تكوينها على 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 شكل كومباوند او بيسموه لايبو بروتينز، هذه بيتم امتصاصها من الامعاء، وهذه بتكون مشبعه وغنيه بالدهنيات الثلاثيه. نعم. هذه بتنتقل عن طريق انزيم معين لايبو بروتين لايبيز بيفصل عنها ال الفاتي اسيدز والجليسرول وينقل بقيه الجزء من الكايلومايكرونز او الجزء المتبقي منه بيوديه للكبد. نعم. الكبد هذا بي بي بيعمل إعادة تحليل مرة تانية، بيجي اللي هو
الانترميديت دينستي لايبوبروتين او اللي هو الدهنيات متوسطه الكثافه، وبعدين منها بتحليل ثالث يطلع الدهنيات قليله الكثافه اللي هي اخطر شيء، اللي هي نسبه كوليسترول عاليه جدا جدا، او هذا بيسميه عشان نبسطه للساده المشاهدين هو الكوليسترول الضار او جزء نعم. الكوليسترول الضار نعم. جزء الكوليسترول الضار هذا مع سريانه في الدم بيتم ترسبه تحت الخلايا المبطنه للجدران الشريان. نعم. بيتم نوع من الـ من الـ من, الـ من الخلايا اللي هي المونوسايت بت 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 وتكون بعض الالياف، كل هذا بيعمل انبعاج ترسب تحت جدار الشريان الاول، ثم انبعاج في جدار الشريان، والانبعاج هذا بيكون خارجي بدايه ثم يكون انبعاج داخلي ويعمل ضيق في 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 قطر الشريان، يعني انتفاخ في في جدار انتفاخ نعم, نعم انتفاخ في قدر نعم في جدار الشريان الى نسبه معينه لا يستطيع ان يتمدد للخارج، فيضطر ان هو يعمل للداخل فيعمل تضيق في جدران جدار الشريان. نعم. اللي بيحدث ان هو نتيجه عوامل كثيره متداخله، منها النمط الغير صحي بالنسبه للغذاء. نعم. ووجود عوامل مخاطره اللي احنا اتكلمنا عنها زي التدخين وارتفاع ضغط الدم وكده، وحاليا بيتكلموا عن جزء خاص بدور الالتهاب ايضا، بيحصل نوع من الانفلاق في جدار هذا الانبعاج، فبتختلط محتويات هذا الانبعاج الموجود من الكوليسترول ومترسباته بتختلط بمحتويات الشريان نفسه، فده بيعمل استثارة للصفائح الدموية، هذه الصفارة بتكون زي جلطة، هذا جلطة ترسب يعني أو ترسب نعم تبدأ تتمدد حتى تؤدي إلى انسداد كامل للشريان. نعم. وبداية حدوث الجلطة، وهي ممكن تحصل نعم بالشرايين تاجيل للقلب. أيوة. يعني اكثر طبعا شيء طبعا طيب راح نذكر بس الاخوه المشاهدين انه ارقامنا موجوده امامكم على الشاشه، اي اتصال او استفسار راح نكون سعداء بالاجابه على اتصالاتكم حول موضوع تصلب الشرايين وامراض القلب. دكتور خلينا نحكي شوي عن الاعراض. دكتور احمد، اهم الاعراض اللي ممكن يشعر فيها المريض من جراء تصلب الشرايين؟ طيب سؤال مهم جدا، لان مشاهدينا الاعزاء الحين يعني يقول اوكي تكلمنا عن تصلب الشرايين واسبابه وطريقه حدوثها وغيره، ولكن انا كيف اعرف ان عندي تصلب الشرايين ولا ما عنديش؟ طبعا هنا ناتي الى شيء مهم جدا وهو عمليه الفحص الدوري والذهاب الى اطباء واخصائيين قبل ظهور الاعراض، لان لما تطلع الاعراض يكون يعني استوليت يعني اصبح نعم. اصبح خطر الخطر اصبح يعني تفاقم يعني. فالفحص الدوري مهم جدا، ان الانسان ينظر الى اسباب هذا المرض ويعالجها قبل ان تاتي باعراضها. طبعا هذا لا يعني انه لو صارت اعراض خلاص نهايه القصه، لا بالعكس، لو في الاعراض الانسان طبعا المفروض يذهب ايضا للطبيب ويعالج. وكما ذكرنا تصلب الشرايين هو مرض يصيب كافه شرايين الدم، شرايين الجسم، فيعتمد على اي شريان كان فيه تضيق اكثر شيء فياتي به الاعراض. فمثالا لو كان تضيق في الشريان التاجية واللي هي طبعا الأساسية تغذي القلب عضلة القلب نعم، فأعراض تضيق الشرايين قبل وصول مرحلة الجلطة، تضيق الشرايين هو الألام الصدر، وهذا الشيء طبعا مهم جدا للمرضى أنه يعرف الفرق بين ألام الصدر المهمة التي تعني أنه هناك تصلب شرايين وبين ألام الصدر الغير قلبية. طبعا هذا الشيء وظيفة الدكتور أنه يشخص هل هذا الشيء ألم بسبب من القلب أو بسبب شيء خارج القلب. نعم. آلام القلب طبعا لمعلومات أخواننا المشاهدين في العادة تكون طبعا في المنطقة اليسرى أو في نصف الصدر، تكون لها علاقة بالمجهود، المجهود يعني به المجهود قد يكون مجهود العضلي، حركة ركوب مشي مشوار أو ركب درج، أو يكون مجهود ذهني تفكير في موضوع في اجتماع في شيء، أو قد يكون نفسي يعني خبر سيء أو مثلا زعل. فهذه كلها تؤدي إلى سرعة نبض القلب واحتياج القلب إلى زيادة من الأكسجين ومن هذا نعم. من الدم، ووجود هذا التضيق في الشرايين لا يوفر هذا الدم فيأتي الأعراض اللي هي الألم اللي في الصدر. من خصائص هذا الألم أنه طبعا يكون يأتي مع هذا المجهود اللي حكينا عليه، وفي بعض المرضى يتحرك من مكانه إلى الكتف وخاصة الكتف الأيسر نعم. وقد يتحرك أيضا إلى اليد اليسرى وإلى أطراف الأصابع وخاصة الأصابع الأخيرة الصغرى نعم. في العادة يصاحبه تعرق شديد، ضيق نفس، إجهاد كامل، يشعر المريض أن هو يعني قوته ضعيفة جدا نعم. فهذه الأعراض وجودها
تدل أنه قد يكون هناك ضيق بشير من الشرين التجيل للقلب، وينصح في هذه الحالة إلى استشارة الطبيب بسرعة. نعم. إذا كان مثلا الشريان المصاب بالتصلب الشرايين مثلا هو الشريان المغذي للمخ للدماغ. نعم. الدماغ. ففي هذه الحالة طبعا تكون الأعراض تختلف، تكون مثلا قد تكون بسبب إذا كان الشريان مغذي لمنطقة حيوية في المخ مسؤولة عن الحركة، فتأتي بضعف قوة الأطراف اللي مغدى بهذا الشريان، إما الرجل إما اليد أو كليهما في جانب من الجسم، الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، أو منطقة حسية يكون تنميل أو خدران في اليد أو في الرجل أو كليهما. فوجود هذه الأعراض كمان مهمة جدا. بعض المرضى لا يشعر بهذا الخدران، بل يعني إيش يشعر بارتخاء في الكلام أو تلعثم في الكلام. نعم. أو تغير في شكل الوجه، طريقة ابتسامة تكون تختلف. نعم. فهذه أدان تعابير الوجه غير دقيقة، وخاصة المصفية. هذه كمان من الإشارات أنه هناك ضيق أو نسبة كاملة لشريان من الشريان مغذية للمخ الدماغ. نعم. الدماغ. إذا كان تصلب في الأطراف وخاصة أطراف الرجلين، يشعر الألم بالمشي، يمشي يشعر في ألم في رجليه، عدم القدرة على المشي. ومن خصائص توضح أكثر أنه لها علاقة بالشريان الرجل، أنه لما يرتاح يزول الألم، لما يمشي يرجع بيظهر الألم. هذا يدل أنه تضيق في شريان من الشريان المغذية للأطراف. نعم. فحسب المنطقة التي مصاب بها تأتي الأعراض. ولكن زي ما حكيت، أهم شيء أنه هو الإنسان يعمل الأشياء اللي هي الفحوصات الدورية التي لازم تشخص الحالة قبل وجود الأعراض. طبعا هلق رح نحكي عن فحص المبكر وفحوصات دقيقة، ولكن دكتور محمد سؤالي إليك، أنه هاي لما المريض بيشعر بهالأعراض، شو التصرف اللي لازم يتصرفه المريض لما بيشعر ببداية الأعراض؟ شو لازم يسوي بشكل عام؟ والله هو طبعا زي ما تفضل دكتور احمد، هم اذا قلنا ان ممكن بس اذا قبل ما تبدا بالحديث. نعم. في معنى يبدو اتصال من العراق. الو. ايوه عليك. جمعه من العراق، اهلا وسهلا فيك، بس خفف لي صوت التلفزيون شوي لو سمحت. الوقايه من الكوليسترول للعلاج ماله. نعم نعم، راح نجاوبك على السؤال ان شاء الله. ايه والله خليك متابعنا. الوقايه من الكوليسترول. ممنون. تحبوا تجاوبوا دكتور محمد؟ تفضل تحب تجاوبوا. والله هو بالنسبه للكوليسترول الاساس فيه هو في النمط الصحي للحياة. نعم. متمثل في ثلاث أشياء رئيسية. الشيء الأول هو التغذية، الغذاء النمط الصحي، الغذاء الصحي. نعم. الصحيح بيحتوي على 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 إجمالا بيسموه الميديترينيان دايت أو الغذاء اللي هو الحوض البحر المتوسط. نعم. وده بي 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 بيكون أساسا غذاء غني في الألياف والخضروات الطازجة والفواكه وقليل في نسبة الدهنيات، خاصة الدهنيات المشبعة. ينصح أن الدهنيات المشبعة لا تتعدى أكثر من 7% من قيمة الكالوريز أو السعرات الحرارية اللي يتناولها الإنسان على مدار اليوم. نعم. وتكون نسبة الكوليسترول نفسها في الغذاء لا تتجاوز 200 ملي جرام في اليوم الواحد. نعم. التقليل من اللحوم الحمراء، الإكثار من أكل الأسماك بصفة أساسية، وتقليل نسبة الدهون في المنتجات الألبان، دي أساسيات بالنسبة للنمط الصحي الغذاء. الحاجة. نعم. الثانية هي ممارسة الرياضة بشكل يومي ومنتظم. يوصى بأن تكون الرياضة حوالي 30 دقيقة في اليوم، على الأقل 5 مرات في الأسبوع. رياضة بتزود معدل نبض الإنسان حوالي 25-30. نعم. نبضة في المتوسط. الحاجة الثالثة هي المحافظة على الوزن المثالي بشكل أساسي. اللي بيساوي رياضة ويأكل. نعم. أكل طبيعي راح أكيد يحافظ على وزنه. أكيد. طيب دكتور، في معنى تسمح لي بس ناخذ اتصال في معنى الأخ علي من ليبيا. عرفوا انك. السلام عليكم. معنا. اهلا عليكم السلام. مرحبا يا دكتور، كيف الحال؟ اهلا وسهلا يا حبيبي.
كيف الحال؟ شنو حالكم؟ الله يخليك يا حبيبي، تفضل. هل باي؟ انا عندي الوالده دكتور عندها العضله في القلب ضعيفه. نعم. عرفت، وعندها تليف في الكبد. وعندها طبعا ورم على الكليه اليمنى وفي الراس ورم. نبي نشوف شنو العلاج على التليف الكبد بالذات. هنا تسبب في الميه طبعا الكبد. عندها سيوله الميه ديما باستمرار في البطن وفي الرجلين. تحب تساله شيء اسئله دكتور؟ ايوه. هل الوالد أخ علي كان أخذ أي استشارة طبية؟ مثلاً هل سبب تليف الكبد كان مثلاً التهاب وبائي أو كان بسبب ضعف العضلة بس، ولا كان في شيء سبب هذا؟ لا، التليف الكبد السبب من ارتفاع المية، زيادة المية في البطن. أوكي، يعني من التشخيص المستشفى عندنا في المغازي. من المية تليف الكبد هذا سببها المية طبعاً. وجود الميه في البطن طبعا هو هذا من اعراض تليف الكبد، لكن سببه قد يكون مثلا عنده صار التهاب زمان او شيء ثاني. واضح خلاص السؤال. طيب اخ علي خليك معنا، راح يجاوبك دكتور احمد. في معنا الاخ زياد من الاردن. دكتور احمد، دكتور محمد راح ياخذ الاتصال. الو اخ زياد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك الصحه. الله يعافيك، يعني اهلا وسهلا فيك. بدي اسال عن اللي هو ضغط الدم 120 على 80 النورمال. 120 على 80 النورمال للانسان. نورمال. نعم نعم نعم. ممكن انه يكون مثلا عند انسان 140 على 90 دائما، يعني بوقت الراحه بوقت العمل بوقت هذا، ممكن 140 على 90 ممكن يكون هيك. كم عمرك؟ انا بعد 90 بشوي، بس هيك لانه من الطبيعي يكون مثلا في اجسام تختلف عن اجسام. نعم، كم عمرك؟ 40 سنة. 40. طيب واضح السؤال دكتور؟ واضح. نعم. طيب شكرا، تابعنا وان شاء الله راح نجاوبك على السؤال. تفضل دكتور احمد نجاوب الاخ علي من ليبيا. بالنسبة للاخ علي طبعا توضيحا للسؤال وتوضيحا كمان تكون الاجابة واضحة. تليف الكبد طبعا هو كان الاساس اللي كان مركز عليه الاخ علي. لكن هو تليف الكبد زي ما حكينا له اسباب كثيره، ومنها طبعا ضعف عضله القلب، وهذا من اكثر الاسباب اللي قد تسبب الى تليف الكبد، ومنها طبعا التهاب الكبد الوبائي، ومنها مثلا الكحول او الادويه او الاشياء هذه. طيب هو طبعا حكى كمان انه عنده ورم في الكلى، عنده ورم في الراس، وضعف عضله القلب. اعتقد والدته كانت اللي عم بيحكي عن والدته. والده. نعم. مش والده. نعم. اوكي. طيب بالنسبة لتليف الكبد حكى طبعا الكبد من الأعضاء المهمة جدا في الجسم، ومن وظيفته كمان تصنيع البروتينات اللي تحافظ على ضغط الدم واحتفاظ بالسوائل في الجسم. نعم. تليف الكبد وفقدان هذه البروتينات أو عدم تصنيع هذه البروتينات بكمية كافية تؤدي إلى احتقان السوائل ووجودها في عدم أماكنها الصحيحة. احتباس السوائل. نعم. ومن أهمها طبعا احتباسها في البطن. نعم. طبعا هذا يؤدي الى انتفاخ البطن، يؤدي الى صعوبه في الهضم، شعور بالغثيان. فلكي نعالج المشكله يجب ان نشخص الحاله. نعم. هذا التليف ما هو سببه ثم يعالج حسب هذا السبب. نعم. فاذا كان وهو من ناحيه طبعا اتكلم من ناحيه اخصائي قلب، اذا كان السبب هو ضعف العضله القلب اللي حكى عليها فيعالج السبب وهو ضعف العضله، تعطي الادويه اللي هي تساعد قوه عضله القلب، الادويه دي تزيل السوائل من الجسم وتساعد ضخ القلب مثل مدرات البولية. بالضبط. يعني نعرف احنا علاقة الكبد بالقلب علاقة يعني مطيدة جدا، مش حتى قرب بل بالعكس كوظيفة. فوجود ضعف في عضلة القلب وعدم ضخها بقوة مناسبة تؤدي إلى احتقان الأوردة، وأول الأوردة التي تأتي إلى القلب هي الوريد الآتي من الكبد. نعم. فاحتقان الكبد يؤدي في الأخير إلى تليف الكبد، وتليف الكبد يؤدي إلى تجمع السوائل في البطن وفي كافة أجزاء الجسم. معنى الحالة مزمنة عند السيدة. فيبدأ علاج تليف الكبد بتشخيص الحالة، وهي هل هي بسبب ضعف العضلة، ثم علاج هذا الضعف. إذا كان السبب ليس ضعف العضلة القلب، إذا كان مثلا هو بسبب مثلا سبب في الكلى. نعم. أو بسبب مثلا مرض فيروس مثلا أو التهاب الوبائي للكبد، تعالج هذه الحالة. فمنها يعرف بالضبط إيش الحالة وتعالج. نعم.
يعني في الحقيقة يعني قبل شوي كنا عم نتحدث أنا والدكتور محمد عن ضعف عضلة القلب وعلاجها، فبيقول لي كان في جهاز أو بحث على جهاز لعضلة القلب، يا ريت لو بتحكي لنا شوي عنه. بالضبط. والحقيقة هو ده يعني كيف المرضى اللي عندهم هبوط في عضلة القلب الحقيقة يعني المشكلة إن هو أولاً بيحتاجوا إلى متابعة دورية بصفة دقيقة. احيانا بتتفاقم الحاله فبيكون بتستمر، بيبقى الاعراض بتوجد على درجه اقل من المجهود، حتى في على يمكن مجرد المريض وقاعد في من غير حركه. نعم. وفي بعض الاحيان حتى بيبقى الاستجابه للادويه اللي بتعطى ما بتكونش بالشكل زي مع بدايه العلاج، فهم وجد نوع من الـ الجهاز اللي هو بيسموه البايفنتريكولار بيسنج. هذا بيتم يعني اختيار نوعيه معينه من المرضى اللي عندهم ضعف في العضله، وبيركب لهم هذا الجهاز المنظم لعضله القلب، وبيوصل باسلاك للبطين الايسر والبطين الايمن في وقت واحد، فبيعمل عمليه استثاره للعضله وتنشيط العضله، اكيد يعني بخفف من استخدام الادويه. بالضبط. شكرا كثير دكتور. في معنا الاخت امراضي من الشارقه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. والله لو سمحت بدي اسال الضغط والسكري، انا عندي ضغط وسكري. نعم. بيأثر على الذاكره وشو العلاج؟ لاني يعني فتره الي مش فاقد الذاكره، يعني نسيان مستمر. نعم. بس مش عارفه في علاج لهالشيء. العمر لو سمحتي؟ العمر 60 والله. طيب. ان شاء الله راح نجاوبك. طيب، دكتور ممكن نجاوب الاخ زياد من الاردن؟ نعم. بالنسبه لضغط الدم الحقيقه هو هو زي ما قال الاخ زياد، والضغط اللي هو الموصى او الضغط الطبيعي انه يكون في حدود 120 على 80. نعم. وقبل كده كان في تقسيمات الضغط اللي هي من سنوات كانوا بيقولوا المعدل 120 ل 140 بالنسبه للضغط الانقباضي، ومن 80 ل 90 كانوا بيسموه الابر نورمال او فوق الطبيعي. نعم. هذه التسميه انتهت، وبقوا يسموا هذا الرينج اللي هو من 120 ل 140 ومن 80 ل 90 بيسموه بري هايبرتنشن، اللي هو ما قبل حدوث الضغط. نعم. اضطروا لهذه التسميه لان وجدوا ان هذا القسم من المرضى اللي عندهم هذا الضغط في هذا المعدل نسبه الاصابه مستقبلا بامراض القلب اعلى من اللي ضغطه 120 على 80. نعم. ولكن الشيء الاساسي ان هو في هذا المعدل من الضغط غالبا بيكون النمط الصحي للممارسة الحياتية، خاصة في أمرين. الأمر الأول هو تقليل نسبة الأملاح، نسبة الأملاح في الأكل، والشيء الثاني المحافظة على الوزن، لأن في مرضى كثيرين احنا نسينا نسأل أخ زياد هل هو يعني بيعاني من السمنة ولا، لأن هو مجرد التحكم في وزن الجسم في هذا الأمر بيكون كفيل بأن هو يحافظ على المعدلات هذه أنها تكون في المعدل الطبيعي الموجود. نعم. الامر الاخير ان هو اذا كان هذا الضغط بيحصل مش بصفه مستمره، اللي هم يعني في قراءات ولكن ليست منتظمه، في نوعيه معينه من الابحاثات اللي هو بيتعمل تسجيل لضغط الدم على مدى 24 ساعه. نعم. وهذا بيدينا فكره على متوسط ضغط الدم على مدار اليوم والليله، وبنقدر من خلالها بارقام محدده نعرف هل هو يستدعي بعد ما يكون هو التزم بالنمط الصحي الغذائي، وبعد ما يكون حاول يخفض من وزنه، لو استمرت معدل ارتفاع الضغط مرتفع بنسبه معينه وقتها قد يحتاج ادويه. يعني برايك انت اللي هو ال 140 اللي حكى عنه الاخ المريض، 140 على 90 لا يعتبر طبيعي؟ لا، ليس طبيعيا. نعم. وننصح بانه هو الاول يتبع نمط غذائي صحي لمده. نعم. مثلا شهرين لثلاث شهور، لا يرجع نزل الضغط. نعم. بس لا يعني لا يستدعي الدواء، يعني اخذ الدواء. الدواء حيبقى مرحلة مستقبلة، لو إن هو مع تخفيض الوزن ومع تقليل نسبة الأملاح تن الضغط مرتفع الضغط. وقتها. نعم. يبقى ينصح بالدواء. يبدو. نعم. في له رأي معين، يعني مشاركة لأخ الدكتور محمد. طبعا قراءة واحدة للضغط لا تعني أي شيء بالنسبة للأطباء. صح، وهذا اللي ذكر لي أول حاجة. يعني 140. نعم. على 90 قراءة واحدة قد يكون أوكي، يعني زي ما حكينا ما يعني تدخل بالأدوية، ولكن زي ما حكى الدكتور ناخد أكثر من قراءة، والأحسن طريقة هي عملية تركيب الجهاز. نعم. يركب جهاز على المريض لمدة 24 ساعة، يعطيني مجموعة قراءات، وكمان حال الضغط أثناء النوم والراحة،
هاي أندر. قد يكون مريض مثلا أخ زيادة قرى ضغطي 140/90 عم ياخذ بالصباح في مره واحده، قد يكون في اخر النهار يكون 170/180 هو ما يدري. نعم صح. ففي هذه الحاله يقول في احتياج للادويه. نعم. طيب ناخذ اتصال من العراق، بعدين في عندك الاخت مراضي المشاركه. نعم الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، انا من العراق. تفضل يا اخي، اهلا وسهلا. اخي انا عندي كافه الاعراض اللي حكيتوها بي بهاي الالام، بس راجعت عدة دكاترة بالعراق، عدة تحاليل وعدة فحوصات، ما لقوا أي تصلب للشرايين. عندي ضغط أنا موجود عندي، بس الآلام اللي جاي تحكونها نفس الموجودة عندي، بس نعم. أي ظهور للتصلب بالتحاليل، سويت جهد، سويت إيكو، سويت تحاليل عدة، ما لقيتها. نعم. وحاليا يعني جاي عاني من هاي الأعراض هسه حكيتوها برنامجكم الكريم. يعني ما فهمت سؤالك، هو انه الاعراض هاي غير موجوده عندك؟ موجوده. الاعراض اللي حكيتوها نفسها موجوده بجسمي، يعني التعب والفحطه والركض، اي شيء مشي اثر عندي تعب بالاطراف وباليدين وخصوصا اليد اليسرى. لكن عده تحاليل سويتها بالعراق ويعني واغلب الدكاتره قالوا لي ما عندك اي شيء، خصوصا الجهد والايكو وفحوصات عده تحاليل دم، يعني عندي كارتون مال التحاليل. نعم. تحب تسأل شو سؤال دكتور محمد؟ غير ضغط الدم يا أخونا كريم، في عندك مثلا ارتفاع في نسبة الكوليسترول في بس دكتور حدد لي، قال لي عندك طالون. شو حدد لك؟ ما مو واضح شو حدد لك دكتور؟ حدد لي قال لي عندك هذا انتفاخ القولون هو اللي جاي أثر عندك هاي الآلام. انتفاخ القولون هو مسبب لك. نعم. الوزن، هل وزنك طبيعي ولا انت في؟ وزني طبيعي، وزني طبيعي 72. والضغط عندك بقاله قد ايه؟ ضغط الدم بقاله قد ايه؟ الضغط الطبيعي حدد لي دكتور مال قلبي ضغط، يعني صار لي ازيد من 14 يعني طبيعي عندي، الضغط استقر عندي. نعم. طيب يعني الضغط مرتفع ولا طبيعي؟ لا طبيعي، ما يستقر يعني يوصل 140 على 100 ما يتجاوزها. نعم. طيب شكرا يا اخي، راح نجاوبك ان شاء الله. بس تعليق للأخت إمراضي أنه الأعراض اللي ذكرتها بتأثر على الذاكرة أو لا؟ طبعا زي ما حكيت أنا، تصلب الشرايين يصيب كل أجزاء الجسم، أي شرايين في الجسم قد تصاب. من أعراض تصلب الشرايين اللي هي تغذي الدماغ والمخ كثيرة، وأنا ذكرت اللي هي الخطيرة منها وهي الشلل أو التنميل أو تغير الكلام، ولكن وجود تصلب الشرايين لفترة طويلة و وجود يعني ما يسموها يعني تضيقات في شرايين المخ في مناطق المسؤولة عن الذاكرة، نعم. وما يسمى مرض الدايمنشيا، اللي هو في العادة طبيعة المرضى في تقدم العمر قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة أو ضعف الذاكرة، وخاصة في وجود أسبابها، مثل هي حكت إن هي عندها الضغط والسكري، فالأسباب موجودة. فهذه الحالة ينصح الأخت أم راضي بمراجعة الطبيب، قد تحتاج إلى سيتي سكان. نعم. تحتاج إلى MRI، أشياء تنظر إلى هل هناك آثار أو وجود أعراض لتضيقات للشرايين في المخ أو الدماغ. نعم. ومنها يحدد هل هناك احتياج إلى تدخل بمثلا قسطرة أو ببالونات أو شيء، أو مجرد التحكم في السكري والضغط والأدوية المنشطة للمخ قد تكفي في هذه الحالة. نعم. طيب في معنا اتصال قبل ما نجاوب، اتصال من ليبيا. ألو. ألو. ألو ألو تفضلي. أهلا، معكم حاتم من ليبيا. أهلا أختم حاتم، تفضلي. بس لو سمحتي تخفف في صوت التلفزيون شوي. ماشي. ألو. تفضلي عمي، اسمعك دكتور أحمد معك. أنا دكتور عندي لما ننام بالليل يصير عندي اختناق. الو. نعم سامعيني اخت. اي لما قلت لك لما ننام بالليل يصير عندي اختناق وشرقة. طيب. نعم. ايوه عرفت، وعندي المرارة، مش عارفة عرفت من المرارة ولا يكون في شيء ثاني. واضح السؤال، سأل هاي الشيء. على الشرقة في دقات سريعة تجين. ولا نايم الشرقة بالليل تجين. طيب، أختم حازم كم العمر أنتِ؟
أنا 46. 46. 46. هل في زيادة في الوزن؟ وزني 87. طيب في حد في العائلة عنده مشاكل في التنفس ولا في نفس الأعراض هذه؟ لا ما فيش. طبعا مش عارف الناس اللي تنام معك في الليل وغيره، في حد حكى انك تشخر كثير في الليل؟ لا 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 ما نشخر. ما في تشخير. كان قبل ممكن 5 سنوات كنت نشخر بالليل. تشخير. وعندك اي مشاكل مثلا في الجيوب الانفيه او في الانف؟ مش عارف والله ما اكتشفت. ما فحصتي عليها. طيب ان شاء الله. طيب اسمع الجواب. راح نجاوبك على السؤال. دكتور إلك تجاوب على سؤالك. نعم والله هو الحقيقة بالنسبة للأعراض التصلب الشرايين التاجية أو نقص التروية بتاعت عضلة القلب، مهم المكان إن إحنا طبعا ما يقدرش مجرد الواحد في برنامج إنه يسمع كلمتين إن هو يعني لأن هذا الأمر ليه أبروتش معين لأي مريض بيجي، إن المفروض إن هو الطبيب يستمع جيدا لطبيعة الشكوى بتاعته. نعم. وبيقدر إن هو يقيم هذه الشكوى، لأن هو معروف علميا ان في كثير من الامور اللي لهاش علاقه بتصلب الشرايين بتدي اعراض مشابهه لاعراض نقص التروية بعد عضله القلب، سليم. وبالتالي بيحتاج الامر انه يتاخذ تاريخ يعني تفصيلي لطبيعه الشكوى بتاعه المريض. نعم. بيقيم هذا جنبا الى جنب مع عوامل المخاطره اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه، بحيث ان هو إن الانسان بيشوف لو في مريض مثلا متقدم في العمر عنده اكثر من عامل مخاطره موجود وبيدي اعراض، هذه الاعراض ممكن تكون متشابهه او ممكن تكون يعني يكون تفسيرها لاكثر من سبب. في بعد كده سلسله من الفحوصات بنعملها بنقدر ان احنا نطمئن بها المريض هل هذه الاعراض سببها نقص التروية بعضلة القلب ولا سببها شيء من الجهاز الهضمي من القولون. نعم. زي ما طبيب المعالج قال له او كده. نعم. فانا في هذه الامور بفضل ان هو يكون في يعني متابعة مع يعني طبيب متخصص يقدر ان هو ياخد الحالة بطريقة منهجية، بحيث ان ده بيقدر يوصلنا في النهاية لطبيعة الشكوى اللي بيشتكي منها المريض. نعم. دكتور احمد. نعم. اعتقد السؤال ام حازم. ام حاتم. نعم. نعم. ام حازم طبعا كانت تشتكي من الاختناق اثناء النوم. نعم. وهذا طبعا سبحان الله يعني الفترة الاخيرة الابحاث كثير عليه واهتمام به كثير، لانك تشوف ان كثير من المرضى تعاني من هذا المرض ولا تذهب الى اطباء عشان يكشف عن السبب هذا، وهو من الاسباب اللي في المستقبل قد تؤدي الى مشاكل من ارتفاع ضغط القلب، ضغط الرئه ومتع القلب وارتفاع ضغط الدم. واحيانا يكون علاجه سهل شيء بسيط. طبعا الوصف مهم زي ما حكى دكتور محمد، ان الانسان يزور طبيب يشرح له الحاله بالتفاصيل عشان يعرف كيف التشخيص الصحيح ثم يتم علاجه. لكن اغلب الاحيان تكون القصه كما كانت توصفها الام حازم، يصحى المريض في نص نومه وهو مختنق. نعم. ويعاني في بسبب هذا في عدم استمرار في النوم، فيصحى اخر ليل في الصباح يكون غير شبعان من نومه، فيؤدي الى اخر باقي اليوم دائما في عمليه كانه يحتاج ينام ما تشبع من نومه، فتركيزه وتفكيره يكون أضعف أثناء النهار. نعم. كمان يؤدي إلى أن هو ما يستطيع أنه يرتاح في نومه، فدائما في قلق. طبعا وجود هذا الأشياء يحتاج إلى ما حكينا في أشياء نسموها اللي هو sleep apnea syndrome، ومرض يعني من أسبابه وجود تضيقات في حركة الهواء من الخشم إلى الرئة. منها طبعا السؤال سألت عليها مشاكل في الجيوب الأنفية ووجود لحمية في الرقبة، زوائد لحمية. نعم. زوائد لحمية. الإنسان يكون لما صاحي يتنفس وهو واعي، لما ينام طبعا يكون تنفسه بدون الوعي، وهي أعراض الشخير. بالضبط. يكون الشخير. بالضبط. يكون الشخير. فلما تنام تغلق هذه اللحميات الجهاز التنفسي. نعم. فيصحى كأنه مختنق. نعم. عشان يفتح التنفس من جديد. نعم. ويبدأ في 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 في, في, في دورات، دورة نوم ثم صاحي نوم ويصحى من جديد. وجود الوزن الزائد كمان من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشيء. الوزن طبعا وخاصة في منطقة الرقبة يضيق على عملية التنفس. فزي نعم. ما حكينا الأشياء هي طبعا مهمة أم حازم تفحص الأطباء في متخصصين في أمراض نفسية وصدرية. نعم. عشان ينظر المشكلة هذه.
قصة المرارة قد يكون كمان لها علاقة، يعني الأكل خاصة في آخر النهار وارتجاع الأكل من المعدة على المريء. ارتجاع المريء تؤدي يصحى المريض في نص نومه. طيب. بهذه الأعراض. راح تسمح لي بس أخذ اتصال من سوريا. ألو، في معنى الأخ غنام من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أنا عمري 39 سنة. العمر كله إن شاء الله. في تقريبا سنتين رحت على الدكتور كده، فعلى الدكتور انه عمل لك فحوصات وكذا. لما رحت عملت فحوصات لانه عندي تشوه ولادي صمامات القلب، يعني ثنائي الصمامات. تشوه ولادي في صمامات القلب؟ ايه نعم. يعني ثنائي صمامات، ثنائي مش ثنائي الصمامات، هم بيسموها هيك صمامات ثنائي. نعم. فكان عندي الضغط 165. الكوليسترول؟ الكوليسترول كان عالي خفيف، ما عالي على رقم، بس الكوليسترول عندي خفيف. ما سمعت شو اللي كان 165؟ الضغط. شو هو؟ ضغط الدم. ضغط الدم 165 على؟ على 90. على 90، نعم. بعدين اخذت ادويه، صرت باخذ ادويه الفتره الاخيره هذه، صار معي الضغط على 110 رجع على 70 على 110. نعم 110 70. فانا حاولت وقفت الدواء لفتره تقريبا اسبوع، وصرت باخذ قياسات الضغط تبعي، فصار يطلع عند الضغط من 120 على 130 على 70. نعم. بس المشكله ما عندنا لا، انه ساعات القلب لما بلعب رياضه، انا بلعب شو رياضه، بلعب كره، بلعب تقريبا رياضه يوميه شي ساعه، وعند عمل يعني بشكل يومي 8 ساعات متواصله. تلعب رياضه يعني كويس. فوزني يعني تقريبا 80 كيلو، طولي 175. وزنك 80 كيلو وطولك؟ طولي 175. 175 يعني بس عندنا مشكله لما بدي انام بالليل، لما بدي اجي انام احيانا بحس انه القلب عندي بيصير ضغط عليه مجهود زياده، لدرجه انه احيانا بقوم بمشي بدور هيك شيء 5 دقائق مريح برد ارجع. يعني لما بدي يعني بحس انه زاد النبض عندك في الليل لما بتيجي تنام؟ بس لما انام زاد دقات القلب عندك؟ ايه بيصير عندي ثقه القلب، بحس انه زياده عندي مجهود، بس لما بشتغل ولما بصير برتاح، ما بحس ولا بشعر فيه نهائيا. ما بعرف يعني تحب تطرح شيء اسئله عليه؟ وبس انا عايز اعرف ايه التضيق الخلقي بتاع الصمام، تشوه خلقي يعني بالصمام. في اي صمام من الصمامات؟ تشوه ولادي يعني، تشوه ولادي، خلقه ولاديه يعني. في اي صمام من الصمامات ما عندك يعني ما؟ لا تشوه ولادي صمامين بس، يعني خلقه ولاديه تشوه وصمامين. هو الطبيب قال لك في علاقه بين ده وبين ارتفاع ضغط الدم اللي عندك، ولا ما في علاقه؟ ما قالك؟ لا ما قال انه في علاقه ولا ما في. بس اعطاني الحبوب تينيرمين 15 جرام. نعم. فصرت استعملهم تقريبا شي سنتين. نعم. طيب يعني من فتره انا صرت بشوف، لانه كان تقريبا وزني بالاول 85، نزلت 5 كيلو تقريبا، صار عندي 80. نعم. وقفت الادويه تقريبا اسبوع، صرت باخذ قياسات الضغط، يطلع عندي من 120 ل 130 على 70 ثابت، 70 عندي 70 75. هي مع ادوية الضغط، مع استخدام ادوية الضغط؟ لا بنقصها انا، ساعات اللي باخذ ادوية الضغط بنزل على 105 110. نعم. طيب. واضح السؤال؟ واضح. نعم. طيب خليك معنا، راح نجاوبك ان شاء الله. تفضل دكتور. هو فيما يخص يعني، احنا تكلمنا عن موضوع ارتفاع ضغط الدم قبل كده. هو احنا دايما في يعني زي ما تفضل الدكتور احمد، ان احنا لا نعتمد على قراءه واحده في التشخيص. نعم. وبالتالي بيحتاج الطبيب ان هو يتاكد ان المريض، لو خاصه لو ارتفاع ضغط الدم كان في البدايه ارتفاع مش كثير مضطرد، ان احنا بننصحه بانه يتبع نمط صحي غذائي افضل، وينقص وزنه والكلام ده، ويقلل الاملاح. لو تاني استمر ضغط الدم مرتفع وقتها بينصح بالدواء. الشيء الاساسي ان هو احيانا في حتى بعض الدراسات اثبتت كده، لو المريض عنده زياده في الوزن وقدر انه يتحكم في وزنه بدرجه معينه، يعني مثلا مجرد 5 كيلو جرام انخفاض في الوزن ممكن يكون له تاثير مصاحب ان ضغط الدم ينخفض. وفي بعض الحالات تم الاستغناء عن الدواء المنظم لضغط الدم. نعم. فاللي انا عايز اقوله انه هو
حالة مثل هذه الحالة بتحتاج متابعة دقيقة، لأنه هو إحنا لما بندي دواء الضغط ما بنديش دواء الضغط لفترة محددة، يعني مجرد ما نقرر أن هذا المريض بيحتاج دواء ضغط للتحكم في الضغط لابد أن يأخذ هذا الدواء بشكل منتظم سواء عنده أعراض أو ما عندهش أعراض. لأن مشكلة ارتفاع اللي هو البسيط في ضغط الدم أنه هو ليه تداعيات على 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 على, على أمراض القلب مستقبلا زي ما تكلمنا، ولكن قد لا يشعر المريض بأي أعراض. نعم. وخبر حذك. نعم. نعم. وبالتالي إذا قرر الطبيب أنه هو المريض محتاج أنه يأخذ دواء للضغط لازم ياخده بصفة منتظمة ودورية سواء عنده أعراض أو ما عندهش أعراض. نعم. دلوقتي لو هو اجتهد وخفض وزنه ووجد أنه هو ضغطه منتظم من غير الدواء، هذا وارد، وممكن يكون تخفيض الوزن كسبب رئيسي في الاستغناء عن دواء الضغط، ولكن أنا أنصح في هذه الحالة بالمتابعة الدقيقة، وأنصح بأنه يعمل جهاز اللي هو 24 ساعة. نعم. بتاع المتابعة. نعم. ده. نعم. حتى نتأكد ان هو ان هذا الضغط مستقر على مدى ال 24 ساعه. طيب دكتور احمد، بالنسبه للصمامات اللي ذكرها المريض، شو برايك انت لها علاقه بال هو في العاده التشوه الخلقي الموجود عند الولاده في العاده لا يعني شيء من ناحيه ضغط الدم. وفي العاده هو طبعا زي ما نعرف القلب فيها اربع حجرات واربع صمامات. نعم. والصمامات هي التحكم في حركه الدم بين هذه الحجرات. في بعض الصمامات ثنائي وفي بعض الصمامات هو قال عن ثنائية بالضبط. نعم. فالصمامات الثلاثية في بعض الأحيان تكون ثنائية، وهذا. نعم. شيء خلقي، ما دام الصمام يشتغل بطريقة صحيحة وأن المريض مسوي إيكو وما كان فيه ارتجاع للدم وما كان فيه تضيق في حركة الدم في هذا الصمام الثنائي المشوه لا يعني أنه أي شيء، ما عندنا أي مشكلة بالضبط. فيه بس يحتاج إلى متابعة دورية زي ما حكى الدكتور لعملية القلب، ارتفاع الضغط الدم هذا ينظر هذا ارتفاع الضغط الدم يؤثر في المستقبل على عضله القلب، نعم، عمليه تضخم وغيره. طيب دكتور، بس انا استاذن حضرتك بالنسبه برضو لنفس المتصل، العيب الخلقي في الصمامات اللي هي الثلاثيه الشرفات اللي بتبقى ثنائيه، ان في حوالي 25% من المرضى دول بيبقى عندهم نوع من التضيق في الشريان الابهر، واخد بال حضرتك، وهذا التضيق بيكون مصاحب بارتفاع ضغط الدم. نعم. فانا اتوقع ان هو، انا ما عنديش تفاصيل عن طبيعه هذا، ولكن اذا كان هذا الشيء ان هو ان الصمام الابهر الثلاثي هو خلقيا ثنائي عنده، في حوالي 25% من المرضى دول عندهم تضيق في جدار الابهر، وهذا التضيق بيعمل ارتفاع في ضغط الدم، ولكن مفترض ان هو يعني بينظر له عشان ده بيكون سبب قابل للاصلاح. يعني نعم. اذا تم توسعه هذا التضيق من الممكن يتم التحكم في ضغط الدم في نسبة حوالي 50% الحقيقة، لأن نعم. حتى في بعضهم حتى بعد ما بيتم توسعة الشريان بيتم ارتفاع ضغط الدم عندهم بصورة أساسية. ممتاز. شكرا دكتور. طيب دكتور، خلينا نحكي عن موضوع الأسبرين والوقاية من هو الأسبرين طبعا يعني دواء فعال جدا، لأن احنا زي ما كنا بنتكلم في 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 تداعيات تصلب الشريان وتكون الخثرة والكلام ده. نعم. الصفائح الدموية لها دور مهم جدا في تكون. نعم. الجلطات يعني. وبالتالي الأسبرين كدواء مهم يعني بيمنع تراكم أو تجاذب هذه الصفائحات الدموية. نعم. فليه دور وقائي. الحقيقة الأبحاثات الأخيرة خلتنا نفرق بين دور الأسبرين في اللي نحن نسميه السكندري بريفنشن أو الوقاية الثانوية اللي بتحصل بعد الإصابة الحقيقية بعضة القلب، والوقاية الأولية. في الوقاية الثانوية ينصح بالأسبرين، هذا ليس فيه خلاف، يعني أي. نعم. مريض أصيب باحتشاء في عضلة القلب أو سوى عملية تبديل شرايين لعضلة القلب ينصح بأنه يأخذ الأسبرين بعد هذه الإصابة، لأن الأسبرين له دور وقائي أنه يمنع تكون أو حدوث جلطة ثانية في هذا. بالنسبة للدور الوقائي هو ده اللي كثر فيه الكلام مؤخرا. الدور الوقائي في اللي هو بيسموه برايمري بريفنشن، اللي بيديه المريض ما عندوش اصابه بالقلب، ولكن بيديه تحسبا ان ما يحصلوش اصابه. نعم. التوصيات الاخيره بتقول ان هو اذا كان المريض نسبه الخطوره بتاعته عاليه، يتشمل مرضى السكر، مرضى اللي عندهم تصلبات في الشرايين في باقي اطراف الجسم زي الشرايين الاورده القدميه او الرقبه او خلافه. نعم. نعم. أو المرضى اللي عندهم اكثر من عامل وراثي. نعم. كتير، عاملين او ثلاثة، دول بينصح بان ياخد الاسبرين، له فايدة فيه. النقطة الوحيدة ان المريض اللي قليل اللي هم بنسميهم احنا low risk patients،
دول المرضى حاليا الفحوصات الابحاثات الاخيره نصحت بانه لا يعطى الاسبرين فيه. وعشان يعني يمكن اقرب شيء يمكن اتنشر قريب ان هو عملوا اللي بيسموه الميتا اناليسز او اللي هو بيجمع بيقيم اكثر من دراسه في وقت واحد بيستنتج منها فائده او كونكلوجن، ان وجدوا ان المريض اللي هم المرضى اللي هم لو ريسك او اللي هم قليل الخطوره، نعم، عشان تدي المريض من دول اسبرين عشان يمنع اصابه القلب محتاج تعالج حوالي 1000 مريض لمده 6 سنوات عشان تمنع 3 اصابات لو كانت سيده. ومهم نعرف طبعا الفروقات بين السيدات والرجال في في في, في الكوليسترول او في مرض تصلب الشرايين، ولكن تمنع 3 اصابات لو عالجته بالاسبرين لمده 6 سنوات عالجت 1000 مريض، واخد بال حضرتك؟ وده نعم. هيحصل في مقابل ان في حوالي مرضين او اكثر هيجي لهم نزف بالعام، فبتلاقي نعم. حضرتك ان الفائده المرجوه او المحصله المرجوه بتكون ضعيفه بالنسبه للمريض قليل الخطوره. نعم. يعني كونكلوجن ان المريض اللي نسبه الخطوره عنده عاليه بينصح ان ياخذ الاسبرين في الوقايه، المريض اللي نسبه الخطوره عنده قليله لا ينصح بان احنا نديه دلوقتي اسبرين كوقايه. شكرا كثير للمعلومات. اعتقد الوقت فاجأنا الحقيقه، الوقت البرنامج انتهى وكانت الحلقه يعني سلسه جدا وكان في معلومات جدا قيمه للاخوه المشاهدين. نشكر الدكتور محمد سيف استشاري امراض القلب مستشفى جامعه الشارقه، والدكتور احمد القبرون اخصائي امراض قلب مستشفى الكندي بدبي، وان شاء الله راح نلتقي معكم بحلقات سابقه في حلقات مقبله عفوا، وان شاء الله يكونوا الاخوه المشاهدين استفادوا من هالبرنامج القيم والمعلومات القيمه اللي اعطونا اياها. شكرا كثير لكم. اعزائي المشاهدين، انتهى وقت البرنامج بسرعه. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات القيمة من زملائنا الأطباء ضيوفي، ونلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامجنا طبيبك. إلى ذلك الحين لكم مني أنا الدكتور معين جنبلاط أجمل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.